احنا نسوي دائما لانه معتمدين عليكم كلكم اصبع وتعرفون ومؤدين واجبكم على احسن ما يكون، يعني على رغم المصاعب اللي تشوفوها بالشركات من قبل الاداره او المكاتب او يعني هي اللي تصير بالدائره، اكيد اكو عوائق مثل ما احنا بالوزاره. فاولا انا تنصحون هذا اللقاء يعني لقاء محبه وصداقه وشوفه، ولو يعني اشكركم بالموصل بالانبار بالسامره تبريز بصره قرات الاوسط على راسي كلكم كملت على طريقه. بس هو بالنتيجه هذا اللقاء المصلحه في اعلام الشركات، انا اريد حتى لو تسووا وياها نقاط وثانيتيها طبعا اكيد هو هوايه ياخذ يجوز وقت بساعة، شنو طلباتكم؟ شنو احنا نعرفكم طبعا، احنا ياما سوينا وكتبنا وحكينا وانتم تدرون انا من اجي للشركات دائما اطلب الطلبات اللي تريدوها، بس هالمره راح نسويها بطريقه بعد اكثر ما تتعارض ويا الرقابه والماليه والاداره بالوزاره. حنسويها قضية تدعم إعلام الشركات وقوة شركاتهم بحيث نحصل قرار من المعالي ومن الإدارة الصفية يدعمكم بطريقة أقوى، لأن إحنا صدرنا يعني وقت دراسة سوينا، عندنا دراسة كاملة عليكم القسم شعبة وحدة الأسماء من خلال الحضور مالكم. نريد هسه طلبات احتياجاتكم المعوقات اللي تواجهوها بالشركات من مدير عام ومن السكرتارية المدير العام المكتب من التخطيط من الإدارة من الفنية من الاستعلامات. ليش؟ لأن الإعلام لازم بالشركات هو يكون الأول ويا المدير العام ولا صوته بغض النظر عن فهم المدير، حتى لو المدير العام ما يهتم بالإعلام أنتم كإعلام كمدراء إعلام هم الإعلام عليهم فرض، لان احنا كصناعه نواجه عدة مشاكل رئيسيه بالصناعه، انهم الكل يقول ما في صناعه، كل ما عندنا وقت ما تشتغل، ما يعني هذا حكي متعارف هذا اللي ياخذ من عند الشعبه، هذا ياخذ يعطيها الذاكة، هذا اللي يجيبها من، يعني هوايه صادفت مشاكل وهوايه يجوني الولد، واني صراحه خزينه خمس سنوات مو صار لنا خمس سنوات. المهم فاني بهذا الاجتماع هو الحبتكم اللي ببالكم اللي تريدونه حتى يوصل صوتكم اداريا وقانونيا ورقابيا للمعالي بحيث ان توصل الشركه مضبوطه. مو نسويها مثل ذيك المره يطلع لنا ابو الرقابه ويخرب علينا وينسف الغزل كله، والله ها شلون الشركه الرابحه تدفع للخسرانه هاي مو تقولنا ياهل حتى ناخذها، وبعدين الاساسيات كل واحد اللي عجبه يحكي يطرح لنا اياها حتى واحد يسمع من الثاني تبادل. وهي امنيه يعني نحاول اكيد تعرفون هم شو يريدون وتعوضون عنهم وتسلمونا عليهم.
واكو بعد شغله مهمه، اكو شركات فلاني مو قسم، اني ما اريد شعبه، اني مو مكتب، اني لا وحده ولا شعبه، ما احد. اي واعلام الشركات مظلوم، مثل الاعلام بالاسمده، بسبب الاسمده عرمت بسبب قياداتها الاداريه شويه، يعني ما اجت مضبوطه او حر. فاحنا شو نريد؟ احنا حتى لو مدير عام ترى هو اذا مو زين، هو الاعلام يفرض نفسه، يبقى يدق يبقى يكتب مين ما يوقف بدربه واحد. زين؟ وانا اكون وياكم. فانا قبل ما نتناقش هسه، اتمنى الكاتب هين يعطيني اياها، المكاتب هين يكتب لك. واسم الشركه واسمه، هو احنا ناخذ ما لنا علاقه باسم الشركه واسم مدير الاعلام. زين؟ وعلى ظاهر حتى يجي واحد واحد يطرح القضيه اللي يريدها حتى البقيه يسمع يستفاد، يعني اكو مثلا مشكله عند النعمان ابو التنميه ما يدري فيها، يجوز يتفضل ابو التنميه عليها، يعني هيك اشياء، فواحد يساعد الثاني. واني بالنسبه لي المجله، البرنامج، القسم، كل الموقع الوزاره، مواقع الانترنت، الجرايد، هي كلها بخدمتكم، واني ما اتوقع. بس اكو حاله يعني مرات تعذروني مو كل التليفونات اجاوبها، لان ثلاث خطوط و70 شركه وجرايد ما ادري كم جريده كلها علي، فاتعب والله هاي الفتره شويه يعني الوضع الصحي يتعب حق ضغط الشغل. فاعطيكم وقت هسه على كيفكم سجلوها حتى يجي شخص شخص مدير مدير يحكي لنا. ماشي يعني؟ شكرا.